الصحيح ومصر بإذن الله تنشئ أن تدخل في مرحلة ثانية عظيمة من ثورتها. نثق في الله وفي شعبنا الناس تكون مرحلة منتصرة قادرة على أن تستعد هذا الوقت وثورته العظيمة لشعبه، ولا يمكن أن تقبل استبقاء هذا الوطن رغم أن في يدي جماعة أثبتت من مفاتيح في السلطة ما فيها من استبداد واستعلاء واقتصاد واقتداد على مبادئ وأهداف ثورة 25 يناير كما صادفها إرادة شعبنا، وزي ما عبر عنها الإمام الطاهر للشهداء. ثقتنا أن يوم 30 يونيو هو بداية لموجة جديدة بإذن الله لن تقف حتى تكمل هذه الثورة أهدافها إنهاء الاستبداد وفتح الباب لحرية مكتملة تليق بهذا الوطن ولدولة تكون سلطتها متسقة مع شعبها قادرة على أن تفي بالوعد الذي قطعناه على أنفسنا أن نقيم على هذه الأرض ما يليق بها من حياة ترفرف عليها أعلام العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. هذا موقف ليس موجها ضد الإسلام وإنما ضد الإخوان، ليس موجها لحق الناس في الانتماء لأحزابها وأفكارها، وإنما موجها ضد الاستبداد ايا كان مصدره، وعلى الاخص لو حاول ان يتنكر بقناع الدين والدين منه براء. هذا موقف لاعاده قيم 25 يناير، مصر الموحده على تنوعها مسلمين واقباط، عمال وفلاحين وطبقه وسطى، قوى سياسيه متعدده من اليمين واليسار، ليبراليين واسلاميين ويساريين وقوميين. وفي هذا المقام سيتحمل الشباب الذين كانوا عنوان لتجدد الروح في تمرد مسؤولية عن قيادة موحدة تجمع كل التنسيقيات وكل أشكال التنظيم التي بادرت إلى السعي لإنجاح 30 يونيو، تجمعها جميعا ومعها كل نخب مصر من خلال وتحت قيادة الذين فجروا هذا الحدث تمرد وشبابها العظيم. سوف نكون جميعا تحت قيادة التمرد وبروحها، وسنكون جميعا موحدين كما كنا في ميدان التحرير من قبل، وسوف نكون جميعا قادرين على أن نقدم ما ينبغي علينا من تضحيات نرحب بها ما دام الثمن هو ما نستحقه ونسعى إليه، ونحن جديرون به بإذن الله نصرا عزيزا مؤزرا من عند الله. وفقكم الله والسلام عليكم.